قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي الأربعاء إن إيران تورد الأسلحة إلى دول عدة في المنطقة منها اليمن، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشحنات تم اعتراضها. وأوضحت أن النظام الإيراني يهدد الملاحة في الخليج العربي ويحتجز أمريكيين لديه. القرار 22/31 يحظر النقل الأسلحة التقليدية من إيران، ومع ذلك اليوم نرى أن إيران أصبحت من الدول التي تقدم الأسلحة من اليمن إلى سوريا ولبنان. والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وأوكرانيا ودول أخرى قد رأت وأوقفت هذه الشحنات من البنادق وكذلك التقنيات التي توقف أو المضادة للقذائف. والنظام الإيراني كان مصدرا كبيرا للأسلحة والدعم للحوثيين من المتمردين بشكل مباشر وغير مباشر من خلال قوات حزب الله. هذا ليس انتهاك صار فقط لقرار 22/31، لكنه ينتهك القرار 22/16 الذي يحظر حصول الحوثيين على هذه الأسلحة. وكذلك إيران انتهكت قرارين آخرين عن اليمن في مجلس الأمن، ولكن نحن هنا لم نفعل شيئا في مجلس الأمن.